احنا النهارده في دهب وهننزل ندور على الحاجات تحت الميه، تعال نشوف هنلاقي ايه. واحدة بس طلعنا في كل ده. ده باقي كوتش. صح؟ يعني بص كده لحد دلوقتي تاني كان ريد بول نلاقيه. يلا نرمي. ودي عينة
هنا من الحاجات اللي تلاقيناها في اول غطس لينا، دي معظمها ازايز يعني تعتبر كلها كحليات وكنزات، ودي احلى حاجة تلاقيتها بصراحة. ريد بول، مش عارف مين اللي كان بيشرب ريد بول في المية، بس ايش هاي هناخد دول بقى ونرميهم دلوقتي في البصر. هنوسع شيل معايا استغفر الله.